السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متابعين قناة كشف الكنوز، أحييكم جميعا. هذه بعض من الإشارات وسمينا الجنون العميقة والمثقوبة. أهم شيء إخواني نميز بين الدالة الجرن الإشارة الدالة الدلالية والتثبيتية، يعني هذا أهم شيء. يعني كثير من الإخوان يرون الإشارة فيظنون أن يعني خلاص هنا في هدف، قد يكون غير تكريزي حتى، يعني ليس كل إشارة حتى هذه الجرون قد تكون دلالية إلا أن يثبت العكس، وهو الإشارة التثبيتية التي تأتي مع بصمة مع سنيان مع شيء مؤشر أن هنا يوجد شيء تكنيزي. ذكرنا من قبل الفيديوهات أنه ليس كل إشارات الجرون أيضا هي تكنيزية يجب أن تكون. يعني كما تشاهدون إخواني هناك كثير من المناطق فيها، يعني كهذه المنطقة كما تشاهدون فيها كثير من الأشياء والجرون. يعني كما تشاهدون إخواني في هذه المنطقة كما رأيتم، يعني لكن انظروا إلى هذا الجرن، جرن داخل جرن، يعني هو جرن مثقوب طرفين ويحوي جرن داخل الجرن أيضا. راح أحاول أقرب، يعني طبعا تضاريس هذا المكان صعب. لاحظوا إخواني، لاحظوا كيف وعميق، يعني عميق في عمق، يعني هذا المكان. نعم هذا هو جرن داخل جرن. نعم هنا هذه الإشارات أهم من الإشارات إخواني التي تكون جرن لوحدها. يعني هذا الإشارة نهتم يعني بدراستها، وحاول أن ننظر أيضا إلى إشارات تكون مغايرة لموضوع الجرن، نبحث عن شيء آخر مثلا، بما أنه هذا هو يعني جرن مثقوب وهذا من الطرف الآخر أيضا. نحاول أن نجد إشارات تثبيتية تكون يعني دامغة وتأكيدية إخواني. كما تشاهدون إخواني هذا يصبح أقرب يعني أيضا من الشيء التثبيتي والتأكيدي، يعني نقترب شيئا فشيئا من الإشارات التي فيها الأهمية مثل هذه الجرون. كما تشاهدون إخواني طبعا الصخور هنا كبيرة جدا، حتى صعب انه حدا يحفر الا ان يكون يعني معك حفارة ثقيلة. أهم شيء إخواني في هذه الإشارات كلها في هذه الفيديو، هذا الفيديو، هذه واحدة وهذه الثانية، نعم وهذه الثالثة، فمعنى ذلك هذا المكان يوجد له دلالات هامة. ولاحظوا هذا الجرن الذي رأيناه قبل قليل، يعني الجرن داخل جرن مثقوب وفوق عمق، يعني جرن عميق وجرن مفتوح وجرن كبير يشبه أران. إذا 1 2 3 نرجع نكون قدمنا لكم الفائدة إخواني، ونرجو منكم لايك لهذا الفيديو، ضغط على لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.